مساء الخير، انا اسمي دكتوره نيفين مكرم، رئيس قسم حاسب الي ونظم معلومات في اكاديميه السادات. الحقيقه انا شغلي او تخصصي الدقيق هو هيلث كير انفورماتكس، معلوماتيه صحيه. ده بيتضمن كمان الباي انفورماتكس. شغلنا ان احنا نحاول نوظف الاي تي او تكنولوجيا المعلومات لخدمه الصحه. ده بيتطلب حاجات كتير قوي مننا، يا اما بنشتغل على بيانات الساده الاطباء بيدوها لنا علشان نشوف اذا كان ممكن نعمل اي نوع من التحليل ليها ونطلع مؤشرات تساعد، او بنشتغل على الخبره الموجوده عندنا بكثره في مجال الطب علشان برضو نساعد في مجال التشخيص، ومجال حتى ان احنا نشوف هنمشي بانهي تريتمنت وايه يعني ايه السكه اللي هنمشي فيها. وده اللي خلاني ان انا ابقى موجوده هنا في المؤتمر، لانه التخصص اللي انا بطبق عليه هو الانكولوجي، واحنا بنحاول نساعد الناس ان هم يبقى عندهم فكره عن predisposing factors او associated factors تساعد ان هم اما الوقايه اما ان هم يتعرفوا مبكر على الامراض دي، وده بيساعد في علاجها، او تساعد الاطباء الخبراء ان هم يشتغلوا على بروتوكولات معينه based على past experience من خبراء تانيين زملاء ليهم. الحقيقه انا بتشرف ان انا في المجال ده من سنين، وانه بحس ان احنا اخيرا تكنولوجيا المعلومات ممكن تكون بتعمل حاجه مفيده للمجتمع بتاعنا. بس شكرا.